مسي عليكم بالخير اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت ببرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال الاجسام وتغذيه. نكمل مشوار حلقاتنا مع اللاعب يوسف الصالح وتمارين عضله الصدر. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. طبعا احنا بالحلقات السابقه خذينا تمارين عضله الصدر، كانت المناطق المستويه والمناطق العاليه من عضله الصدر. صحيح. خذينا الواسع والضيق. صحيح. اليوم شنو حلقتنا؟ اليوم طبعا كل تمارين لازم يكون في تمرين يجمع التمارين كلها كتوتال، ياخذ حيز التمارين كلها. احنا بناخذ التمرين هذا راح يجمع لنا الصدر كامل. طبعا هذا التمرين قفال الصدر. ايوه تخلص وانت خالص والحمد لله تروح البيت وانت مرتاح. اخر تمرين حق عضله الصدر هذا راح يكون، تقدرون ترجعون حق التمارين الثانيه بالحلقات السابقه. اي زاويه راح تلعب ويشغل اي منطقه؟ طبعا التمرين اللي بهالزاويه هذه الزاوية راح ياخذ زاوية الصدر الوسطية مع كامل الصدر من داخل. كامل الصدر من داخل عشان تجمع العضلة. أيوة تجمع العضلة كلها صدر. أي. كامل تاخذ العالية بالنص واللي تحت اللي هي الدكلاين. اللي الدكلاين بهالتمرين هذا اللي تحت المناطق اللي نلعبها سوبر. راح تاخذ الزاويتين سوبر. اي راح نلعبها سوبر. نشوف الطريقة ونشوف التكنيك شلون. يلا روح. طبعا ندز بهالطريقه هذه. طبعا هم نشيك على مستوى الكرسي نفسه. ناخذ تاخذ قياس الصدر بالضبط. ايوه بهالطريقه هذه. هني جمعنا، هني جمعنا الصدر كامل. قاعد تسوي تجميع حق الصدر كامل عضله الصدر. نعم لان بالطريقه هذه قاعد تضغط على العالي والمستوي وال أيوة. السفلي. خلص تنزل تاخذ الصدر من تحت، لان هو التمرين هذا ما راح ياخذ الصدر من تحت اللي هو الديكلاين. فالزاويه هذه تاخذ الديكلاين. ايوه تاخذ الديكلاين كامل. بهالطريقه خلصت انت جمعت فوق، ما له داعي تروح حق جهاز ثاني ديكلاين تلعب الديكلاين. فانت خذيت تجميع كامل. اي حق الصدر. وقطعت المنطقة السفلية للصدر. هذا يعتبر من التمارين قفال الصدر. نعم. أو دائما تخلي آخر التمارين. طبيعي بعض المرات أخليه بنص التمارين وأجمع بالأجهزة الثانية يصير، لأن أنا أبي ألعب مستوي وأبي ألعب دكلان، ما أبي أجمع. أي. لأنه هو جهاز بثلاث زوايا. فيعني اذا مسكت الجهاز القبضه من هني راح يشغل لي المستوي. المستوي نعم. فممكن انه يكون الجهاز هذا بنص التمارين. نص التمارين بس التجميع دائما تخليه اخر شيء. اخر التمارين نعم. اخر التمارين يكون او التجميع. يكون في 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 مدربين يعني وهي على قولتهم اراء. أي. يجمع من اول صدر عادي يعني شيء طبيعي عادي، ولكن تكراره يكون وايد عالي. ليش يقول لك الطريقه هذه؟ يقول لك انا اسوي بمب على العضله كامله، لما دشش على التمارين الثانيه يكون البمب موجود. أي. ايوه فيعني كل فتختلف الفكره. أيوة. من مدرب. أيوة. لمدرب. أيوة. من برنامج تمريني. أيوة. لبرنامج ثاني. فانت البرنامج الخاص فيك يكون دائما التجميع اخر التمارين. اخر التمارين. اخر التمارين. كم جوله تاخذ التمرين هذا؟ مثل ما قلت لك انا العب 4 × 10، ولكن بعض المرات العب 3 × 15 / 12 تزيد التكرارات وتقلل. أيوة. الجولات. تقلل الجولات. انزين ناخذ التمرين جوله ثانيه سوبر. سوبر سوبر ناخذه مره ثانيه. ناخذه مره ثانيه الجوله الثانيه هذه تعتبر. اي تكلمنا احنا هو الجهاز ذو ثلاث زوايا، مستوي يجمع الصدر كامل. اي وهني الديكلاين اللي هي العضله اللي تحت السفليه من السفلية. عضله الصدر زادت الصدر. طبيعي طبيعي هذه العضله جدا مهمه عشان تعطيك الشيب بالصدر. ايوه تعطي نفسه الراوند حق الصدر والبامب. عشان لا يكون داش مع المعده. اي لانه اذا كذا داش مع المعده يكون مثل ما قلت كمال اجسام، فما راح يبين كماليه الصدر. فلازم اللاعب يهتم بالزوايا اللي يختارها حق تمارينه. نعم. ويشكل فيها جسمه وينحت جسمه بالشكل اللي هو على مسمى اللعبه كمال اجسام. طبعا يعني الحين احنا قاعد ناخذ الديكلاين. خلصنا الديكلاين. ناخذ التجميع كامل. قاعد تلعب 8×8 ولا 10×10؟ الحين انا قاعد العب 10. 10×10 تعتبر. إيه؟ جوله واحده. جوله واحده.
كاملة زاويتين التمرين واحد وبجولة واحدة طبيعي كذي يكون خلص لاعب يوسف من الجولة الثانية ولعب زاويتين بتمرين واحد وسوبر فكرة السوبر انه 10 عدات زاوية وعشر عدات زاوية ثانية هذه تعتبر جولة طبعا خلصنا جولتين وباجي لك الجولة الثالثة وتكون خالص تمرين عضلة الصدر طبيعي نعم خالصين والراحة بين التمارين كثر تكون كابتن لا مثل ما قلنا من قبل من 10 ثواني ل 20 ثانية هذه أحسن راحة كافي حتى لو كان تمرين سوبر عشان تلحق على البمب يعني تلحق على ضخ الدم ما تريح أكثر من هذا ريحت 20 ثانية دز جولتك الثالثة عادلي؟ اي عادلك حاسبني الجولة الثالثة والأخيرة هذه طبعاً حق تمرين عضلة الصدر الحين قاعد نجمع نلاحظ زاوية الكوع وطريقة الفردة ف تكون بالشكل هذا علشان تستهدف المناطق المطلوبة من التمرين هذا اي ما تستهدف مثلاً مناطق ثانية غير الصدر ممكن انت اذا وديت كوعك فوق دش مجال اصابات الحين انا قاعد العب الحين قاعد اشغل شتي مع صدري هذه أيوة. فانت بالتمرين هذا محتاج انك تشغل الصدر بس فلازم تركز على زاويه الكوع وطريقه البوش شلون تكون والبوش يكون اكثر شيء الصدر ياخذ 80% من البوش عشان كذي تكلمنا احنا وقلنا كل ما انزل بالوزن مو معناته ان انا لاعب ضعيف معناته ان انا مركز على العضله صح في بعض اللاعبين يقول لك انا شلون احط وزن خفيف لا الناس لا يشوفوني حاط وزن خفيف وجسمي كبير و... بالعكس انت تجيك ولا خي يقول كذي لا يلاقيك متطور اكثر منه بمراحل بالضبط بشهر كامل انت متطور لعبتنا تحتاج تكنيك اكيد تركيز بالتمارين وتركيز على العضله اللي انت قاعد تشغلها مو محتاجه اوزان عاليه وكذي احنا نكون خلصنا تمرين عضله الصدر خلصنا تمارين عضله الصدر بشكل كامل معاك يعطيك العافية الله يعافيك حبيبي مشكور ما قصرت على المعلومات اللي أعطيتنا إياها وأعطيت الجماهير العفو يعطيك خلوكم معنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم أعزائي المشاهدين من قناة كويت سبورت مع فقرة من فقرات برنامج فتنس معاكم أخوكم أخصائي التغذية العلاجية والرياضية علي عزيز واليوم راح نسولف عن الفات الجزء الثالث طبعا سولفنا عن فوائد الفات والدهون وشلون نقدر ناخذها حزة التمرين ويعتمد على حسب الرياضة اللي نلعبها وزاد شلون نحسب كمية الدهون اللي جسمنا يحتاجها بشكل يومي اليوم راح نسولف عن موضوعين او موضوع واحد اللي هو مصادر الدهون مصادر الدهون طبعا عندنا المصدر الحيواني وعندنا المصدر النباتي وايضا نقدر نصنف الدهون على انها مشبعه وغير مشبعه طبعا الدهون الحيوانيه يغلب عليها الدهون المشبعه اما الدهون النباتيه يغلب عليها الدهون الغير مشبعه طبعا لازم احنا نقلل من الدهون المشبعه ونزيد من كمية الدهون الغير مشبعة. الدهون المشبعة لازم يكون تقريبا من 8 إلى 10 جرام باليوم بس. أكثر من كذي ممكن بشكل يومي ممكن يعرضنا حق مشاكل صحية أبرزها مشاكل القلب وأمراض القلب. أما الدهون الغير مشبعة فهي عكس ذلك. فهي تقينا من أمراض القلب وأمراض السكر وأمراض السمنة. وين نحصل الدهون المشبعة والغير مشبعة؟ مثل ما قلنا الدهون المشبعة نحصلها بالمصادر الحيوانية مثل اللحوم مثلا الدهون الحيوانية مثل السمنة على سبيل المثال ونحصلها حتى بالمكسرات ونحصلها تقريبا حتى بالزيت الأكل بس النباتي يكون في نسبة الدهون المشبعة أقل من الدهون الغير مشبعة الدهون غير مشبعة نحصلها بعدة أكلات طبعا هو الدهون المفيدة نحصلها بالأسماك بالربيان نحصلها بالأفوكادو نحصلها بالمكسرات ونحصلها ببعض أنواع الخضار الأخرى فلازم إحنا ننتبه من وين ناخذ
الدهون. لازم نصنف، لازم نعرف ان هذه دهون مشبعه احنا لازم نقلل منها بشكل كبير، وهذه دهون غير مشبعه لازم تكون هي على الغالب من تناولنا للدهون خلال اليوم. حياكم الله، ومع لقاء جديد ان شاء الله مع برنامج فتنس وفقره التغذيه.